لينا من جديد في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. بما أن احنا لخصنا وقلصنا الوقت إن شاء الله تستمتعوا أكثر زي ما عودناكم. أكيد حلقاتنا ممتعة جدا ومسلية وفيها فقرات مختلفة وأيضا ضيوف مختلفين من دكاترة وفنانين وغيرها. بداية الحلقة خلينا نرحب بزميلي عبد السلام اللي يعطينا على جولة على برامج اليوم على شاشة NW. أهلا فرح وأكيد أهلا بكل المشاهدين. في بداية حلقتنا راح نستطلعكم على جولة على البرامج والمسلسلات اللي راح تكون على شاشة الدبليو تي في لليوم. بداية الساعة 7 مساء راح يجدد بكم اللقاء في جولة للأخبار اللي تختص بالشؤون الليبية مع برنامج هنا ليبيا مع زميلة إيمان لوحيشي. الساعة 8 مساء موعد مع نشرة الأخبار المسائية. الساعة 10 مساء حلقة جديدة من تطورات في سياق قصة مسلسل تشيلو أكيد اللي بدت حلقاتها مؤخرا على شاشة الدبليو تي في. والساعة 11 مساء حلقة جديدة من برنامج الوثائقي يحكى أن. نتمنى لكم متابعة ممتعة أكيد لهالسلسلة اللي موجودة على شاشة الدبليو تي في. فاصل ونرجع من بعد نشوف باقي فقرات حلقتنا لليوم وبرنامج حياتنا. أهلا وسهلا بكم في فقرة الصحة لبرنامج حياتنا لليوم. طبعا ضيفتنا لليوم رح نتكلم معها على التغذية السليمة في فصل الصيف. زي ما معروف أن فصل الصيف ممكن شوية الفترة هذه الناس قاعدة منتقلة مؤخرا من فصل لفصل وفي نفس الوقت كانوا في رمضان وطلعوا من رمضان. فالنظام الغذائي يختلف في فصل الصيف غير على غيره من الفصول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة نتيجة ممكن الناس اللي تطلع حلبة يمشوا للبحر ويطلعوا يزردوا وما إلى ذلك. فهنا عندنا شوية تبس ممكن نعرفوهم أو خطوات ممكن نعرفوهم أكثر مع أخصائي التغذية اللي معنا اليوم في الأستوديو عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا بك وشرفتينا. أهلا فيك. بداية عبير، دائما الهاجس عند كل الناس كيف احنا نحافظوا على وزننا او نحافظوا على جسمنا او على الشيب بتاعنا في اختلاف الفصول، لان احنا زي ما قلنا في البدايه فصل الصيف شويه متعب للناس لان درجه الحراره مرتفعه وكثره الظهور بتاع الناس، يعني ما يقعدوش في مكانهم او ما يقعدوش في البيت. فشنو التبس الاساسي اللي يتبعوه او شنو الخطوات الاساسيه اللي يتبعوها باش يحافظوا على الشيب بتاعهم؟ هلا صحيح عاده بالصيف الواحد بيظهر اكثر في يعني اكلات بتغرينا اكثر، يعني ماكولات معينه بتستهوينا ان كان بوزه او ان كان مشروبات معينه. ولكن الشيء الصحيح والشيء الحلو اللي راح ابتدي فيه هو انه حاليا اثبتت الابحاث العلميه على مدى اهميه الشوب حتى يقمع هيدا الشهيه عنا. فهيدا شغله مهمه يمكن لازم نستفيد منها كفصل الصيف تنحافظ اكثر على وزننا فيها. يعني لما تكون درجه الحراره مرتفعه ممكن الشخص ما يقبلش هلبة على الاكل. ما يكون عنده قبول على الاكل مثل ما كانه الطقس بارد اكثر. فنحن تنحافظ على وزننا بفصل الصيف لازم نبتدي من قبل بنظام غذائي اللي هو صحي وسليم. فعادة نحن شو بنعمل؟ نتبع أوقات أنظمة معينة، هيدي الأنظمة يمكن ما بتكون كتير صحية، يمكن بناخذ أنواع دايت معينة من الإنترنت أو بنتبع نظام كتير قاسي ما بيعلمنا ناكل بالسبل السليمة. فنحن دائما بنشدد إنه دائما من الأول لما بدنا نبتدي دايت أو نتبع حمية غذائية لازم تكون هيدي الحمية الغذائية صحية تعلمنا كيف بدنا نختار وننتقل مأكولات بالطريقة الصحيحة تنوصل لحيلا فصل ومنه فصل الصيف نعرف أنه نحن مش ممنوع عنا يمكن ناخد آيس كريم، مش ممنوع عنا ناخد بعض الأكلات يمكن فيها سعرات حرارية عالية، ولكن منعرف كيف نتناولها حتى ما نزيد وزن. حلو تمام. فكرة أن الشخص وزنه يزيد أو فكرة أن الشخص مثلا يبي يحافظ على وزنه المثالي من في فصل الصيف منه لفصل الشتاء، الموضوع شوية صعب يكون ويكون مختلف بين النساء وبين الرجال. ممكن الرجال شوية نسبة الحرق بتاعهم تكون أعلى نتيجة حركتهم نتيجة بنية جسمهم، والنساء برضو في العادة تكون حركة اللي معلوم هل صح أو غلط، هذا ممكن نصححه خلال إجابتك يعني. والمعلومة أن النساء حركة عملية الأيض بتاعهم أو عملية الحرق بتاعهم تكون بطيئة شوية، برضو هذا اللي موجود عند
عند جسم المرأة دائما يكون الدهون بتاعها أعلى من نسبة دهون الرجل. فكيف الاختلاف أو هل في اختلاف بين الحمية اللي ممكن يتبعها الرجل بين الحمية اللي تتبعها المرأة؟ صح، هون الشيء ذكرته كثير صحيح، يعني نيالكم انه انتم حركه الايض عندكم اعلى، يعني بتحرقوا وحدات حراريه اكثر منا، وهذا الشيء لعوامل عديده، ان كان لانه الكتله العضليه عندكم اعلى، ان كان بنيتكم اكبر، ان كان لانه عاده الشاب اطول من البنت كبنيه وانصح. هيدا الشيء بيساهم انه حرق الوحدات الحراريه عند الرجال يكون اعلى عامه من السيدات، وهيدا تلقائيا بخلينا لما نحط نظام غذائي معين الاكل عند السيدات يكونوا اقل من عند الرجال، فنيالكم انتم مخولين تاخذوا كميه اكل اكبر ونتيجه الحرق اكثر برضه. طيب هذه حاجه حلوه في البدايه. خلينا نتكلم على التغذيه السليمه في فصل الصيف سواء كانت للرجل او للمراه، شو اللي المفروض ياكلوا خلال اليوم؟ دائما اهم شيء نبتدي بالمي، كثير مهم نحكي عن المي خاصه بالفصل الحار بالصيفيه، قد ايه المي اساسيه وما نغض النظر عنها. المي كتير مهمة لأسباب عديدة، منها هي حترطب الجسم، حتساعدنا بحركة الهضم، وحتساعد كمان أنه تعلي عملية الحرق ونحرق أكثر خلال النهار، وحتى حتخلينا نبتعد عن مشاكل معينة منها آلام الرأس. في كتير عالم بيعانوا من وجع رأس بالصيفية وقلة المي، فهول مع بعضهم بيشتغلوا عامل أساسي أنه يولدوا لنا مشاكل معينة. فكتير مهم نشرب مي، نبتدي نهارنا منوعة، ناخد كبيتين مي، ما نلغي وقعة الترويقة وما ناكل أشياء كتير حلوة على الترويقة، يعني ما نروح للكنافة مثلا على وجبة الترويقة، نروح أكتر ناخد شوفان مع حليب بس يكون في وقعة موجودة، لأنه دايما منقول الأشخاص اللي ما بيتروقوا هن عرضة أكتر لزيادة الوزن. أوكي. لأن أنت بداية جسمك، أنت هنا تعطي ممكن في الستارت لجسمك انه هو يبدا يحرق خلال اليوم. صح، وزياده عن هيك كمان الاشخاص اللي ما بيتروقوا ممكن يوصلوا للوقعه الثانيه، وبهيدي الوقعه اللي هي وجبه الغداء عندهم جوع اكثر، جوعانين اكثر، ويتناولوا كميات طعام اكبر. فهون فينا نروح انه على الترويقه الصحيه، نتناول بعض يمكن البيض، اللبنه، الجبنه مع خبز يعني قمحه كامله، ونكفي نهارنا باستفادة من الخضار الصيفيه. حلو، باعتبارنا فصل الصيف في خضروات بشكل كبير، بيطلع عبالنا كثير نتناول السلطات، يعني السلطه بتكون جزء اساسي من النظام الصيفي، فنستفيد بس ننتبه للصوص اللي عم نحطها، لانه في بعض انواع السلطه ممكن تكون فيها وحدات حراريه عاليه نسبه للصلصه اللي عم نضيفها. هذا اللي كنت بنسالك عليه، اللي هو شنو الاشياء اللي ممكن نتجنبها خلال اكلنا، يعني ممكن صوص معين، ممكن في فواكه معينه ممكن نتجنبه ان احنا ناكلها بكثره لان فيها ممكن سكر زياده او ملح زياده. دائما الاشياء اللي لازم نتفاداها هيك عامه، نحن بنعرف الاشياء المقليه اكيد لازم نخففها، الصلصات لازم ننتبه لها، اذا انا اخذت يمكن صلصه بكميه قليله ما بتعطينا هيدي الوحدات الحراريه العاليه، وبينما لما انا باخذ صلصه بكميه مرتفعه عم زيد الوحدات الحراريه على اكلي. بدي انتبه كمان لكميه النشويات، ما زيد كثير رز، ما زيد كثير مثلا خبز، يمكن بتناول باعتدال فيها اخذهم، بس هي دائما الكميه الكثيره ننتبه لها. دائما ننتبه كمان انه الفواكه مثل ما ذكرت شغله كثير مهمه وكثير اساسيه، هيدي عم نضوي عليها هلا، في عالم بيقولوا انه انا ممكن اتناول فواكه قد ما بدي، الفواكه كثير صحيه وما فيها وحدات حراريه، فالفواكه باعتدال ما بين حبتين لثلاثه بالنهار هي كثير منيحه وكثير مفيده وبتعطينا فيتامينات ومعادن بفصل الصيف، ولكن اذا تناولناها بكثره نحن عم ناخذ زياده وحدات حراريه، فرح نقول مثلا حبه الفواكه فيها 60 وحده حراريه، يعني انا اذا اخذت
حبتين او ثلاثه بيكونوا كافيين، ولكن اذا انا تناولت جات فواكه او كميه كبيره من الفواكه هون بكون انا عم باخذ كالوريز كثير وعم باخذ سعرات حراريه اضافيه. صح تمام. بالنسبه للفريز او الفراوله دائما عليها لبس كبير، وهي من الفواكه اللي في فصل الصيف وتكون حتى موجوده في فصل الشتاء، ولكن اساسا في فصل الصيف من اكثر الفواكه اللي دائما عليها قيل وقال وإيه أو لا وما إلى ذلك. هل كمية أكل الفراولة مثلاً بشكل كبير برضو يسبب في سعرات حرارية كبيرة؟ لأن هذا اللي معروف حالياً، يعني في ناس تتجنب في أكل الفراولة خالص لأنه يقول لك فيها نسبة سعرات حرارية كبيرة. هلأ لمحبي الفراولة منقول لهم أنه لا فيهم يأكلوا عهد. يعني عادة الحصة الوحدة ممكن حسب إذا حبة الفراولة صغيرة أو كبيرة. إيه؟ هلأ إذا حبة صغيرة كمان بيطلع لنا أكثر بحدود العشر حبات يمكن. إذا حبة كبيرة يمكن فينا ناخذ 8 حبات على الحصة الواحدة، أنا ذكرت إنه فينا ناخذ حصتين لثلاثة، ففي كمية كبيرة ناخذها إن كان من الفراولة أو من يمكن كمان أنواع أخرى مثل الكرز كمان بحق لنا بكمية أكبر مقارنة مثلا مع الخوخ أو المشمش. خوخ أو المشمش يمكن ناخذ حبة أو حبتين لأنها أعلى. صح، لأنه فيهم وحدات حرارية أكثر وفيهم سكر أكثر، فهيدا اللي ابتديت فيه أنه عن كمية السكر الموجود ببعض أنواع الفواكه. وصحيح مثلاً البطيخ فينا ناخد يمكن محل الحصة الوحدة كوب بطيخ مقطع على يمكن قطع صغيرة يعني كيوبس، إذا قسمناهم كل كوب إن كان شمام أو بطيخ بيوازي حصة واحدة، نحن يمكن فينا ناخذ حصتين او ثلاثه يعني كميه منيحه. طيب بالنسبه لعصير الفواكه، عم تكون العصير فريش مثلا، هل هو افيد من ان تكون الفاكهه طازه مثلا او انها هي حب تاكلها؟ هلا اذا صادفت وشربنا عصير مش غلط، بعدنا عم ناخذ فيتامينات ومعادن معينه، ولكن عم ناخذ وحدات حراريه اعلى. فكيف ما نعرف قد ايه في العصير وحدات حراريه؟ كل ما عم نعصر حبه فواكه عم نضيف الوحدات الحراريه الموجوده بالفواكه بقلب العصير. يعني انا اذا عصرت ليمونتين كاني عم اخذ حبتين فواكه بحدود ال 120 كالوري او 120 وحده حراريه. فهون العصير دائما في نسبه الياف اقل وفي وحدات حراريه اكثر. فلكل حدا عم يتابعنا او عم يشاهدنا اليوم بنقول له انه الكبايه اللي هي بتعادل تقريبا حبتين فواكه يعني اقل له حصتين او حصه في اليوم يعني كبايه العصير. صح، كبايه العصير اذا نحن عصرنا يمكن حبتين من الفواكه عم ناخذ حصتين فواكه. فهون ننتبه انه لا، احلى نروح على الفواكه الطبيعيه. كمان عم ناخذ منها الياف اكثر، عم نشبع اكثر. بس هيدا ما بيعني انه ما ناخذ العصير، العصير صحي ومفيد، بس ننتبه انه انا اليوم اذا اخذت كبايه عصير بالمقابل ما اخذ يمكن الفواكه بكميه كثيره، اكتفي انه انا اخذت كوب العصير. تمام. النظام الغذائي انت قلتي ان المفروض نبدو فيه من قبل فصل الصيف، يعني يكونوا مجهزين لنوعا ما، مجهزين جسمنا ومريحينه، لان ممكن كميات الاكل راح تقل وسعرات الحراريه برضه مش حابين انها ترتفع لانها مش نفس فصل الشتاء. هل فعليا يعني اليوم للناس اللي حابه ان هي تحافظ على جسمها راح يختلف معها نظام من فصل لفصل؟ هو بيختلف العادات بين فصل لفصل، يعني بتعرف بفصل الصيف يمكن الدهرات بتكتر أكثر، الشخص بيصير عنده مناسبات أكثر ونهار بيكون أطول. لما يكون نهار أطول بيشجعنا إنه ناكل أكثر، نتناول كمية مأكولات أكثر يعني أكثر من فصل الشتاء. بس نحن رح نقول شغلة إنه كتير مهم نستفيد لمصلحتنا حتى ما نكسب وزن من خلال إنه نهار عم يكون أطول نروح صوب الحركة الرياضية، يعني نستفيد إنه نهار أطول منستفيد إنه ما يكون عنا خمول، بالعكس ناخد هيدي الطاقة من الشمس نكون عنا طاقة أكثر تا نعمل بعض الحركات الرياضية الصيفية إن كان نمشي بالهواء الطلق، ما نروح يمكن على النوادي، إن كان كمان سباحة
فهول كثير بيساعدونا انه نعلي حركه الايض او نعلي الحرق بالصيفيه. اوكي تمام. بالنسبه برضه لموضوع البروتين، احنا ممكن ما تكلمناش عليه او ما تطرقناش عليه في فصل الصيف، البروتين من الاشياء اللي تعطي الطاقه للجسم، وفي نفس الوقت الجسم محتاجها بشكل اساسي، والبروتين موجود اكثر شيء في اللحوم يعني، اوكي في بعض الخضروات او بعض البقوليات خلينا نتكلم انه فيها بروتين زي مثلا العدس او الفول او ما الى ذلك، فيهم بروتين ولكن مش بنسبه عاليه. هل الشخص لما ياكل لحم مثلا في الصيف هل اي حيأثر حتى عليه المجهود بتاعه، لان نسبه البروتين حتكون عاليه ومع الطقس ممكن، هل في اي سايد افكت للموضوع؟ صح، هون لازم دائما نحن ننتبه ما يكون نسبه البروتين عاليه جدا. أيوة. يعني نحن ضمن الغذاء السليم ناخذ كميه معينه من البروتين. حتى بدي اشير لشغله، للاشخاص اللي ما بياكلوا ابدا لحوم ممكن يتجهوا يمكن يتناولوا اكثر كينوا، ممكن ياخذوا الحبوب اللي ذكرتها مع رز كامل، يعني ما ناخذ الرز الابيض، ناخذ الرز الكامل أصلح. حتى نحصل على البروتين الكاملة ما بين الدمج بين هول النوعين من الأطعمة. هلأ صحيح نحن كمان حتى لو مش بس عم ناخد بروتين، لو عم ناخد يمكن نسبة سكر أو نسبة دهون معينة وزيادة، نحن عم نتعب حالنا أكثر لهضمة، وبنفس الوقت عم ناخد في بعض المأكولات ممكن تخلينا نشوب أكثر وغير محبذة بالفصل الحار. فهون دائما نرجع انه كميه البروتين مشدد عليها، لانه في عالم كثير بيعملوا انظمه عشوائيه، خاصه الاشخاص اللي بيروحوا يمكن على نوادي رياضيه وبيتبعوا حميه فيها كميه بروتين كثير عاليه ممكن تاثر سلبا على الكلاوي. فننتبه انه فينا ناخذ نستشير اختصاصيين تنعرف الكميه اللي بتناسبنا قد ايه لازم ناخذ، وما ناخذ عشوائيا كميات كثير كبيره. تمام. حلو. بالنسبه لي تكلمنا بدري على الصوص او الاشياء اللي ممكن تضاف على السلطه او تضاف على الاكل بتاعنا، من اكثر الاشياء اللي تضاف اللي هي المايونيز والكاتشب والماسترد، فهل فيهم مثلا مرضوا انهم هم ممنوعين، او ممكن كيف الكميه اللي ممكن الشخص يتناولها مثلا؟ صح، هلا هن منهم ممنوعين بس نحن بدنا ناخذهم باعتدال. يعني هون دائما اذا بدي اخذ انا اذا بدي اروح على الخردل مثلا، هو محبذ اكثر من الكاتشب او اكثر من المايونيز، لانه كوحدات حراريه في كثير اقل. فنحن دائما بنقول نتجه اكثر صوب الخل والخردل والحامض كصوصات جانبيه. هلا انا في حال اخذت كاتشب، في روح صوب انواع الكاتشب اللي هي ما بتحتوي كثير على نسبه سكر، في بعض الانواع اللي هي لايت فيها سكر اقل. وبدي انتبه كمان انه هن بيحتوى على نسبه املاح معينه، يعني ما غض النظر عن شرب المي انا وعم باخذهم. بالنسبه للمايونيز كمان في عندنا اللايت، فينا نتجه لللايت يمكن مع السلاد ناخذ ملعقه كبيره، يعني بنضيف للسلطه ملعقه كبيره ما نضيف اكثر. بس اذا بدنا نحكي انه بدنا نضعف ونركز على صوص كثير، يعني اخذ كميه صوص اكثر، اكيد بنروح على الخردل على الحامض وعلى الخل، ولكن ما بيعني انه ما اخذ كاتشب او مايونيز، بس اعتدل بالكميات. تمام. بالنسبه للناس اللي تصنع في الاشياء هذه في البيت، بالذات في المايونيز، يعني من اكثر الصوصات اللي يصنع في البيت، فهل هو يفضل في البيت اللي يصنع في البيت او اللي يشترى من برا ويكون لايت مثلا؟ صح، هلا هون حسب كل حدا انه كيف هو بحب. في عندك اشخاص يمكن ما بيتناولوا، هلا دائما الاشياء المصنعه خارج المنزل فيها اضافات معينه، يعني احنا دائما بنحبذ الاشياء الطبيعيه اللي نحن بنعملها اكثر، ولكن في عندك بعض الاشخاص يمكن ما بيتناولوا اذا بدهم ياخذوا مايونيز ما بيتناولوا البيض مثلا. فبيروحوا على بعض الانواع الجاهزه اسهل، بطريقه اسهل ما بتحتوي على البيض، لانه هلا في قصص معموله اكثر من الخضره يمكن ما بتحتوي على البيض. فهون اكيد بيرجع لكل شخص قد ايه عنده هيدي القدره، قد ايه هلا بمجتمعاتنا بتعرف انه الاشخاص بتشتغل باغلب الوقت، قد ايه عندهم وقت انه ينظموا اكلهم. اكيد نحن بنميل للاشياء المصنوعه بالبيت اكثر، لانه نسبة
نسبة يمكن الإضافات الموجودة بقلبها أكيد أقل، وعم نعرف شو عم نعمل بالزبط. ولكن ما فينا نقول لأشخاص بيشتغلوا وما كتير عندهم وقت أنه حضروا بالبيت، فأسهل لهم يمكن شراء الأغراض من برا المنزل. حلو، إحنا من أكثر الأشياء اللي نستهلكوا فيها في فصل الصيف المشروبات، بالذات المشروبات اللي نتجه لها اللي هي المشروبات الغازية، البيبسي وما إلى ذلك من هالمشروبات اللي الشخص يشوف فيها أنها هي لما تكون باردة فهذه بالنسبة له خلاص حتطلع من المود اللي هو خش فيه يعني. فكيف ممكن الشخص يتناول هالمشروبات هذه؟ لأن في الآخر أوكي هم ممكن يكون لهم أضرار، ولكن في نفس الوقت يكونوا حل لبعض الناس. هل اللايت أو الزيرو أو الأشياء هذه اللي ما فيش فيها سكر ممكن فيها شوية أضرار أقل من الأشياء الثانية أو الأنواع الثانية؟ صحيح. هلأ نحن دائماً منقول توب وان يعني أفضل شيء المي، هيدا منبلش أنه لازم قد ما فينا نشرب مي. ما بيخلى الموضوع أنه نروح على المشروبات الغازية، وكلنا ممكن نشرب هيدا المشروبات. فنحن من المفضل أكيد نروح على الدايت، يعني على القصص اللي ما فيها كتير سكر، لأنه من المعروف أنه تقريباً كل يعني إذا بدنا نقول كل تنكة بتحتوي بحدود 150 وحدة حرارية تقريباً، ما يعادل 10 ملاعق سكر. فأنا إذا عم بخدها عادي عم بخد هالقد سكر، فالأفضل أكيد أني أخدها دايت. في بعض البلدان لحسن حظهم كمان صار في إضافات محل سكر الأسبرتام بقلب هيدي المشروبات، صار يحطوا نوع تاني أقل ضرر اللي هو ستيفيا. فأمل أنه كمان يصيروا موجودين عنا هلأ. بس أنا بدي أقول شغلة، أنت ذكرت شغلة كتير مهمة كلنا بنعملها لما نكون كتير في حر ومشوبين وهيك، منروح أكتر على المشروبات المسقعة. فأنا بدي أقول للكل أنه إذا رحنا على المشروبات السخنة رح نحس حالنا مبوردين أكتر، ورح الحرارة جسمنا رح تكون أحسن من أنه نروح على المشروبات السخنة، لأنك رح تطلعي ممكن الحرارة الداخلية. صح، فهون هيدي القليل بيجهلوها، ولكن هي شغلة كتير مهمة. يعني احنا انا مثلا اذا كتير شوب يمكن بتجه على المي المسقعة اكتر، بس اذا رحنا وشربنا يمكن كباية ينسون او بعض انواع المشروبات السخنة اللي ممكن تبوردنا اكتر، وممكن نحس حالنا انه خلص. انا اول مرة اسمع بها. صح، هيدي شغلة بحب الكل يجربها ويعطينا رأيه، لأنه بس هي الفكرة أن الشخص راح يشوب بزيادة يعني. هي راح تساعدنا أنه نحن نرجع نبورد من بعد نحن. هي أنت راح تفكر أنه راح تشوب، ولكن هي راح تعمل العكس، راح تخليك تبورد أكثر. فهون أكيد هو أثبته كمان علمياً. فنحن بنجي على هالشيء وكثير يعني انه ما بنعرف، بنروح اكثر على الاشياء البارده لانه بنقول انه هون رح اكون انا مرتاح اكثر، رح بورد اكثر. بس لا، تنجرب العكس. تمام، حلو. هلبا احنا في ختام المقابله معك عبير، نبو نصيحه ليك لكل المشاهدين اللي قاعدين يشوفوك. انا اهم شيء بنصح كل شخص هلا عم يحضرنا انه ينتبه. الوزن ما بس ننتبه له بفصل الصيف، نحن فينا ناكل من كل شيء ونضلنا محافظين على وزننا من كل المأكولات، حتى الفاست فود فينا ناخذهم بطريقه صحيه اكثر. وما ابدا نقول انه الدايت هو حرمان، نظام الغذائي الصحي لازم يكون سهل، لازم يكون فيه من كل الاصناف الغذائيه وما يحرمنا من شيء، ويكفي معنا بفصل الصيفية ويخلينا ناخد من كل شيء، إن كان بوزة أو عصائر أو إن كان مأكولات خارج المنزل من برجر من بيتزا، بس أعرف كيف أتناولهم بالكمية اللي بتناسبني، لأنه كل شخص بيناسبه كمية معينة بناء على بناء جسمه. صحيح. شكرا لك عبير أبو رجيلي، أخصائية التغذية، كنت معنا في الاستوديو، ونتمنى نشوفك في حلقات جاية. مشاهدينا، هذه كانت آخر فقرة الصحة. لكل الناس اللي حابة تتواصل معنا أكيد إيميلاتنا ظاهرة قدامكم على شاشة فيسبوك وإنستغرام، وبرضو على الإيميل الخاص بالبرنامج. برنامجنا مازال وحلقتنا مازال مكملة معاكم، ولكن نمشي لفقرة ستاي إن شيب ونشوفوا شن راح يكون في بعدها. مشاهدينا الأحباء، أنا أمين ديب رح كون معكم كمان اليوم كرمال نحكي شوية رياضة، كرمال نتشارك حركات رياضية، وكرمال نتمرن سوا بطريقة كتير علمية، بطريقة أقدر أوصل فيها رسالة كتير مهمة
انه الصحه هي شيء انعطيلنا من الله سبحانه وتعالى، وهي اثمن شيء عنا اياه. الجسم امانه، لازم دائما نشتغل عليه، لازم دائما نروض هالجسم، لازم دائما نقوي هالجسم ليقدر يقوم بواجبات معينه انعطت لنا. هدول كلهم اشياء في كثير ناس محرومين منها، في كثير محرومين من نعمه الصحه. ما لازم نكون عم نقطع مرور الكرام على موضوع صحتنا. انا بدي اذكركم انه رسالتي الاولى والاخيره انه ما تتمرنوا كرمال الشكل الجميل، تمرنوا كرمال الصحه، والشكل الجميل هو نتيجه الشغل والتعب والعرق تبعكم. اذا بدكم تتواصلوا معي لانه كثير عم بيجيني ايميلات من كل بلاد العربيه وانا هذا مبسوط فيه كثير، فيكم تتواصلوا معي على info@amindeep.com، العنوان بريد الالكتروني اللي عم بين على الشاشه، او حتى على amindeep_official اللي هو الانستغرام تبعي، فيكم تبعثوا لي دايركت مسج. اليوم كمان وحده من الامور اللي بدنا نحكي عنها هي عضلات الجلوتس، جلوتس ماكسيمس، جلوتس ميديوس. هن اكيد عضلات المؤخره يلي للاسف كثير من الرجال بفكروا انه ما لازم يشتغلوا عليها، هن عضلات بس سيدات بيشتغلوا عليهم، وهذا كمان مفهوم خاطئ بامتياز. وانا من وحده من الوظائف تبعيتي انه جرب وعيكم على شو الخطا وشو الصح. عضله مثل غيرها الرجال كمان لازم يشتغلوا عليها، هي تعد بيقولوا لها عضله الاداء، عضله البرفورمانس. الناس اللي بيكون عندهم عضلات بالمؤخره الضعيفه بيكون عندهم اوجاع ظهر اكيد 100%، بكون الوظائف الحركيه اللي بيعملوها من المشي، صعود الدرج، الجلوس، كل هالامور بكون عندهم صعوبه فيها لانه هالعضلات مش قويه. رح نشتغل عليها بالاضافه لعضلات الترايسبس الموجودين بالقسم الخلفي من اعلى الزند، عضلات ذو الثلاث رؤوس اللي كمان في، انا دائما بقول انه في عداوه كبيره بين السيدات وعضله الترايسبس نظرا للترهل اللي بتصيب هالعضلات. بس هذا ترهل معروف ليش؟ لانه ما بتمرنوا هالعضله، وكل عضله ما بنمرنها مع الوقت ومع العمر تترهل وبتصير ضعيفه. خليني بلش بحركات كثير هينه، وانتم بتعرفوا انا شو بستعمل، بستعمل السهل الممتنع بكل الحركات اللي ممكن اديها، ما بصعب الامور عليكم، لانه كثير من الناس اللي قاعدين ببيوتها هلا وما بتروح على الجيمز اوريدي بتلاقي موضوع التدريب موضوع صعب، فمشان هيك انا شغلتي سهل الامور عليكم. رح اعمل شيء بنقول له بريدج، رح احط وزن على اسفل 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 البطن. هذا الوزن لازم دائما اكون انا ماسكه بايدي كرمال اذا بعلي ومني ماسك معقوله تنزل الدمبل وتاذيني. من هون برجع كعاب اجري لورا 15 مره، بريدج 2 بثبت فوق تقريبا ثانيه وحده، 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 و5. بنتقل للدمبل يلي حدي من هون، هيدي الوضعية ثابتة يلي ببلش منها نقطة البداية لهالحركة، بثبت كواعي بنزل لتحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خمس مرات كمان، 1 2 3 4 و5. على رواق الدمبلز بيرجع لهون. رح اعمله هلا، رح ارجع لحركه لعضلات الجلوتس من هون، وعضلات بركي للاسف يعني في حركات كثير هينه بتكون لما نشوفها بالعين دغري بنقول اف حركه كثير هينه، لما نرجع نبلش نطبقها ونشتغل عليها بنشوف انه وضعيه الجسم تبعيتنا خاطئه 100% ولازم لها تعديل. اليوم شيء بنقله نحن بعالم الرياضه البراكتس يعني التمرين او التدريب، كل ما اتدرب اكثر على الحركه انا كل ما عم بادي الحركه بطريقه صحيحه اكثر، كل ما ادي الحركه بطريقه صحيحه اكثر انا عم باخذ افاده منها اكثر. فاليوم اذا بدكم هي مثل سلسله متعلقه ببعضها، كل ما اعمل شغله بطريقه صحيحه بنتقل للشغله الثانيه لانها مرتبطه فيها، بكون عم روح من تشين لتشين او من حلقه لحلقه. من هون رح مد اجري وحركه هينه جدا، كل يلي علي انه اعمل الحركه من منطقه الحوض من الخصر من الورك، واترك ركبتي جالسه ما تكون مطعوجه ركبتي، جالسه من هون، 1
2 10 مرات 3 4 5 6 7 8 9 10 لتحت. بعمل ستريتش لهون شوي هيك، باخذ نفس عميق، بنتقل لتاني اجر من هون كمان 10 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وبغير بروح لحركه كمان لعضله الثلاث رؤوس ترايسبس، ولح اعمل حركه لازم يكون عندكم هيدا مجسم هيك لتقدروا تأدوا الحركة، حركة للترايسبس. ممكن يكون كرسي إلى ظهر هيك، ممكن يكون حفة تقدروا تشتغلوا عليها. لزيد أنا الثبات تبعها للحركة رح جرب أترك الإيكولايزر على الأرض كما تكون عم بتزحط أبداً، ثبتها ومن هون رح أعمله، رح أنزل بعد شوي لهون، أخذ هالوضعية انزل لتحت قوم لفوق، 1 2 3 معدة مشدودة، 4 5 6 7 8 9 و10 وعم شدد على كلمة معدتي مشدودة. اليوم صحيح عم نشتغل بالأطراف بالإيدين وبالإجرين، ولكن الحركة ما بتبلش بالإيدين وبالإجرين، وهيدا الشيء بدي شدده معكم أنا. الحركة دايما بتبلش من هون، شو ما نكون عم نعمل بإيدينا أو بإجرينا لازم يكون في تدخل واضح من المعدة وعضلات المعدة وحتى كل العضلات الموجودين بهالمنطقة. ذكرت أنا قديش عضلات المؤخرة أساسيين بالشغل تبعنا، قديش هالعضلات بخلونا نكون عم نعمل performance بالوظائف الحركية تبعيتنا. لح أعمله هلأ، لح أعمل شيء اسمه back kick أو ركلة خلفية. هيدي الحركة وهي كمان بتشتغل على الجلوتس، بتشتغل على عضلات الكور. من هون رح ثبت حالي، فيكم تكونوا كامشين بهالطريقة، من رؤوس أصابيع من هون كيك، برجع لورا بدق أصابع الإجرين تحت، 2 3. ملاحظين كيف الجسم لما أكون عم بعمل الركلة الخلفية عم بنزل لتحت مش عم بطلع لفوق، بالعكس. كمان كمان بعد 5 بنتقل لتاني اجر، اجر التانية اللي انا واقف عليها هون عم بتكون الركبة مطعوجة فيها، ما عم بتكون الركبة جالسة، انا عم بقدي الركلة ما بيسوى كمان للظهر. من هون 1 2 بشد المعدة، 3 4 5 بتنفس مزبوط، 6 7 8 9 و10 باخذ نفس. رح ضلني عم بستعمل ايكولايزر، بس انتم ممكن يكون عندكم حيالله شيء تقدروا تثبتوا الابر بادي تبعكم، مش ضروري تكون هالايكولايزر بس. من هون 10 مرات بعلي الكوع تبعي لاعلى نقطة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بنتقل لتاني ايد، الكوع باعلى نقطة قد ما فيي، 1 2 3 4 5 6 7 8
9 و 10 بيرفكت. برجع على الارض رح اشتغل حركه كمان للجلوتس، بنفس الوقت حركه كمان لاسفل الظهر. اوعى تكونوا مخطئين، اوعى تفصلوا عضله على عضله ثانيه، وخاصه لما تكون متداخله معها. لما احكي عضلات اسفل الظهر عم بحكي عن تداخل كثير قوي مع عضلات الجلوتس اللي هن وحده من اساس الحركات اللي عم نشتغله. من هون رح اعمل بريدج، بس بطلع لفوق بشد عضلات الجلوتس بعد للعشرة. 1 2 3 بشد المعدة أكيد كمان. 4 5 6 7 8 9 و10 على مهل لتحت. برجع بوضعية معاكسة كلياً من هون، رح شيل كرمال ما نزحك كثير عليها. تشست تبعي هون، بعمل رولينج لقدام كمان 10 مرات. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باخذ نفس هون، بعمل ستريتش بالاول قبل ما انتقل للاجر الثاني. وهون اذا بتلاحظوا قديش انا باخذ فترات رياحه، قديش منريح بين حركه وحركه، بين مجموعه وثانية من قديها، كرمال دائما مثل ما بقول التمرين يكون محطوط باطار ممنهج واطار منه عشوائي. مش بتمرن من كل وادي عصا. قبل ما اجي انا على الحلقه بكون محضر شو بدي اعمل، بعرف شو هي تمرينتي لليوم يلي من خلالها بدي اوجه لكم رساله قوية كتير بعالم اللياقة البدنية. من هون اجر الشمال هلا ركبة جالسة 10 مرات. 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. برجع لورا على مهلي. وهيك مشاهدينا بكون خلصت كمان حلقتنا لليوم. انا عم شوفكن يوميا ويوم بعد يوم اسبوع بعد يوم، رح تشوفوا قديش رح تستفيدوا من ورا النصايح، من ورا التدريبات الرياضيه يلي بنعملها انا وياكم. لبين ما ارجع اشوفكم مره جديده لكم، get in shape stay in shape. اوكي، رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في تكملة الحلقة من برنامج حياتنا. خيرك مصدومة فيه؟ أنا مش مصدومة، مش مجمعة بس فاجأتني مرة واحدة. شو عندنا تو؟ عندنا سورة اليوم زي ما عودناكم مشاهدينا، نحن كل حلقة أو مش كل حلقة لكن أحيانا لما نلقوا صورة مؤثرة أو معبرة أو لها معنى نعرضوها. وطبعا ديما نراجعوا في مشاركات المشاهدين عبد السلام بتعليقاتهم. صورة اليوم عندنا، خلينا قبل كل شيء نشوفوها معروضة على الشاشة، صورة 3 أشخاص في مطر المفروض فوقهم. في واحد واقف في وسط المطر يعني يشوف للمطر، وفي واحد هارب منها، وفي واحد مغطي راسه من المطر. يعني بمعنى ان في ناس تواجه في المشاكل او تواجه في الحياه والمواقف، وفي ناس تهرب منها، وفي ناس تغطي في وجهها وتكمل كانها ما تشوفش فيها. يعني تضرب في الحال احنا نقول. ففعليا هم ثلاثة انواع من الناس. في ناس ممكن يخترعوا حاجات جديده اللي هم يلفوا على الموضوع، واحنا نقول الناس الخبيثه نوعا ما، والناس اللي يهمها مصلحتها اول شيء فوق كل شيء. هذه ممكن من الناس اللي تتدرج باي مظله. المظله هذه ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون مواقف، ممكن تكون اسرار ناس،
باش ان هي ما تتضررش، فهم يدرجوا بالاشياء هذه. فهذه من الانواع الثلاثه، وهذه صوره اليوم اللي تعبر فعليا على انواع مختلفه واساسيه موجوده معنا في الحياه واحنا عايشين معها، واحنا اصلا برضو نوع من هالانواع، كل واحد فينا نوع من هالانواع. في اللي يواجه، في اللي ما يواجهش، في اللي يتهرب. انت كيف؟ صح، انا لا، انا نحب المواجهه. يعني لو سالتني قبل كنت هنقول لك لا، يعني نتهرب او زي اللي يغطي في، لكن ما خلينا مش بيش نقول ان انا مثلا نغطي بنستعمل في ناس او انت زي ما قلت تحديدا. انا اخذتها بمعنى اخر، ان هي ممكن تكون مشاكل وانت يا اما تواجه مشاكلك وحياتك والعقبات اللي تواجه فيها في حياتك عامه، يا اما تهرب منها، يا اما خلاص تغم روحك بالمخده وترقد وتمشي. لان في اللي يواجه فعلا في مشاكله بالنوم، او ان هو فعلا يقعد فتره كبيره في الحوش مغطي راسه وراقد، ما بيش يواجه شيء في الدنيا وفي الحياه. طبعا السواء اللي يجري وسواء اللي يغطي في راسه، هذا غلط. غلط بكل، كلنا تجي علينا فترات نحاول ان احنا نهرب منها، بس في النهايه شنو هتواجهها؟ لان في الاخير بكل رقدت حتنوض، حتلاقي المشكله موجوده. انت قاعد تجري في الوقت والمشكله موجوده. انت العقده نفسها اللي موجوده، او الـ 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 الفكره، او الموضوع اللي انت حصل فيه توا، او اللي انت اللي بتهرب منه، او الظروف اللي قاعد فيها، انت هربت منهم في النوم، لكن انت مش هتهرب من الحل بتاعهم. انت لازم يا اما تواجههم تلقى لهم حل، يا اما تستسلم وتقعد واقف في مكانك وتقعد طول عمرك المطب هذا في وجهك والمشاكل هذه في وجهك. خلي بدك تنصفق مش عارف. تعرفوا ميزه اليوم انا مريضه جدا، عندي برده، هو قاعد يحاول. لا، الميزه انك انت قاعد تحاول تنشط فيا، فهدي حاجه قاعدين نحاول وندبس لك نضيف فيكي. وحتى هي حتقرا الكومنتات اللي موجوده، هي حتقرا طبعا لكل الناس اللي قاعدين يشوفوا فينا الصور اللي قاعدين ننزلوا فيها، او المواضيع اللي قاعدين ننزلوا فيها في الصفحه، تقدروا تعلقوا عليها. واحنا بدينا نقرا في تعليقاتكم اللي موجوده على السوشيال ميديا واللي موجوده على الفيسبوك بالتحديد، ننزلوا لكم في كل يوم في الموضوع اللي راح نتكلموا فيه، سواء كان صوره او الضيوف اللي كانوا موجودين معنا. لما يكونوا دكاتره او يكونوا ضيوف ليهم المكانه اللي ممكن نسالوهم فيها، سواء كان دكاتره او تيفر شن كان شيء احنا نقدر نسالهم فيه، تقدروا تسالوهم من خلال تعليقاتكم على الفيسبوك، واحنا نقرا تعليقاتكم واكيد اسئلتكم، هم راح يكونوا في مكانهم، يعني اللي هو اللي راح يجاوبوا على كل الاسئله. مش عارف بدك نقول في كلام غريب، حاصلين راح نقرا تعليقاتكم. هو عبد السلام، انا الحلقه اليوم شويه رزين عليه، يلا انا راقده وانت خلي مفوت. قبل ما نقرا التعليقات خلينا نرجع بس للصوره، ان انت قلت ان ممكن تهرب منها او تستسلم. صدقني حتى لو استسلم او استسلمت، انت هترجع لنقطه انك انت لازم تواجه. فشل هو المواجهة. مش هتهرب منها اصلا بالزبط. هربت منها مره اثنين ثلاثه بس مش هتقدر، انت لازم تنحل، لازم تواجه. هذا فشل، سواء كان رقدت وفتت المشكلة، أو أنك أنت تهربت من المشكلة، أو أنك أنت بعدت عليها، هذا كله فشل. حطيت راسك في الأرض ومشيت وقلت احنا نقولوا مثل يقول لك حطيت راسي بين الروس، قلت قطع الروس نمشي مع الناس هيك ويلا اللي يصير يصير. الامثله اليوم عم انا اليوم بكي يدير الحاله وبغرقكم امثله. متحمس متحمس جدا حسيت. الناس قالوا خلينا نقرا شويه من تعليقات المشاهدين. عندنا صديق البرنامج حامد يونس يقول انا نحب نواجه رغم اني كفيف، ومؤخرا اجريت عمليه بتر لرجلي، لكن اعاقتي لم ولن تقف عائق ولم تقتل إرادتي. يعني انا قريت الكومنت هذا لانه هو من التعليقات اللي يعني حركت فيها حاجه. طبعا حامد يونس انت غني عن التعريف بالنسبه لنا احنا، صديق البرنامج وصديق القناه من زمان، من ايام حتى الراديو. ايه مزبوط، فاكيد عمرها ما كانت هتكون اعاقه ليك، وديما انت في تقدم. اكيد عارف انت عبد السلام انه هو عمره ما كان انه هو كفيف، بس عمره ما كان هذا عائق بالنسبه له. حتى بالمتابعه ديما يتابع فينا وديما يراسل فينا ومعنا اول باول، ممكن اكثر من هالبناس عندها القدره ان هي تشوف لكن ما تشوفش. صح، شكرا لك اول شيء حامد، وان شاء الله لبس عليك، وان شاء الله يا ربي معاش تشوف شر. فعليا حامد خلينا ناخذوه من الناس القدوه في الحياه فعليا، يعني او من الناس اللي الصوره تحكي عليها، تحكي عليها انك يا تواجه يا تهرب يا تغطي وجهك وترقد. صح، مع ان حامد من الناس بالنسبه لي حامد صعبه شويه زي ما قال لك، هي صعبه كم. لكن ممكن من جهه اخرى انه هو يعني ما عندهاش مجال انه هو يغطي وجهه، هو لازم يواجه. صح،
لازم يواجه، لازم يكمل حياته، لازم حياته تستمر. فحامد بصراحة قاعد يعلم فينا درس مهم جدا، وسبحان الله يعني هو تعليقه جاي رد على الصورة. صح. عندنا تعليق ثاني من برنسس ليبيا يقول أنا نحب المواجهة لأن تعبر عن صدق داخلي وبعيدة عن النفاق والكذب. ممكن صح لو نتكلموا على مواقف مواجهة حلوة يعني. نعم مش لما نتكلموش على صعاب مثلا او حاجات في الحياه، عواقب المواقف اللي تصير مثلا شخص عنده مشكله بينه وبين شخص فيجيبوا الشخص اللي يتكلم. هذه اكثر المشاكل اللي تواجه فينا في حياتنا في ليبيا في ليبيا بجديه بالتحديد. انت يجي يقول لك شخص مثلا فرح انت قلتي تقول لي انت من قال لك، يقول لك لا انا مش نقول لك واجهيني به علاش، لان الشخص الثاني ما بيش نولي محرج مع. فمشكلتنا في المواجهه، مواجهه اشخاص، مواجهه مواضيع، مواجهه مشاكل، مواجهه احداث، مواجهه ظروف. مشكلتنا في حد ذاتها في كلمه المواجهه اللي انت بديتي فيها اصلا من اول الصوره فعليا يعني. صح. شو رايك تكمل انت تعليقات؟ كملي. حسيتني لا حسيت اخذت منك انا. تمام هو نفس الموبايل تعاونينا انا وعبد السلام، خلينا نقول لكم علاش نستخدم نفس الموبايل فرح موبايلي فصل. نمشوا للتعليق اللي بعده واللي مادي بوشعالة قال ان هو يتدارى من المواجهه او ان هو ممكن ما يواجهش في الناس. شوفي هو موضوع المواجهه موضوع اصلا صعب، وهو يبي له تنميه شخص من 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 من, من صغره، انك انت تتربى على انك انت تواجه المشاكل، تواجه الظروف، تواجه الناس، تواجه كل شيء قاعد يقابل فيك في الاحياء يعني. هو شوف نقول لك حاجه، هو مش شرط من صغره، ما فيش حد تربى من صغره على حاجه او انه هو شخصيته قويه او حاجات، هي مع الوقت تكبر فيك وحاجات وشخصيتك تقوى مع الوقت بمواجهتك لمشاكلك للدنيا لمشاكل الحياه عامه. ما فيش حاجه سهله يعني، انت كل ما تكمل مرحله تخش في مرحله ثانيه انت شخصيتك تزيد تقوى معاه. فممكن احنا تو قاعدين نقول لكم واجهوا واجهوا واجهوا، حتى احنا في يوم من الايام او نتكلم عن نفسي في يوم من الايام يعني واجهتني مشاكل، لا حاولت نتهرب منها، حاولت نرقد يعني، درت جميع الطرق اللي تخليني ما نواجهش المشاكل هذه، لكن لقيت روحي لفيت ودرت وعشت وهنواجهها هنواجهها. فما قدميش خيار اخر غير اننا نواجه المشاكل ونتعلم منها، وزي ما عواقبها تجي يعني. صح. في النهايه حتى لو عواقبها سيئه هنتعلم منها. وفي اللي كان زي ما قلتي كان شيء ولا شيء ثاني يعني، في اللي كان يواجه مبدئيا ما يواجهش، وفي اللي عاكس زي ريما حسن قالت من نوع اللي نهرب لكن تو ان شاء الله ربي يقويني ونواجههم عشان الانسان ضعيف وما يرحمش. هنا بالاشاره لان هي موجوده في ليبيا فعليا، ممكن شويه احنا ماناش نرفوا بعضنا او ما نعرفوش ببعضنا في قصه المواجهه، ما نعرفوش ببعضنا في قصه ان الشخص يحب يواجه ويقول لك ايه انا قلت الكلمه او انا درت الفعل او انا درت الشيء هذا. عندنا شويه خوف من الموضوع. احنا هنا نتكلموا عن مواقف قصدك، نتكلموا عن الحياه بشكل عام. عندنا اشكاليه في الموضوع. هو اكثر يبدا بعدين شويه يتحول الموضوع لموضوع صدق، انك انت تبدا صادق مع نفسك ومع الحياه بتاعتك او مع المحيط بتاعك، فالكل ممكن شويه حيتهرب منك لانه يشوفوا فيك انت الانسان عرفتي تبدا تحت قوسين او بين قوسين انك انت الانسان اللي ما تحترمش للكبير ولا الصغير، نتيجه انك انت تواجه ونتيجه انك انت مثلا واضح بشكل كبير يعني. انت تحكي عن الوضوح اللي هي الصراحه قصدي، لان تو ريما شنقال قالت انني كنت ما نواجهش لكن تو بدات نواجه، بس ظروف الحياه في 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 ليبيا صعبه انك انت تخليك تواجه يعني، ممكن بناء حتى على هي كبنت يعني. هو والله كان حاجه في الحق ومعك الحق. لا واجه يعني بارت انت حسسني تسال فيه وانا قاعده نجاوب عليك. لو في الحق اكيد واجه مهما كانت. صح. العواقب مهما كانت الظروف مهما كان الشخص اللي قدامك طبعا، لكن ما نتكلمش انك انت تكون يعني اكيد لازم يكون في ادب في الحوار وفي الحديث. صح. وفي المواجهه وفي كل شيء، بس مهما كان الشخص اللي قدامك كبير صغير طالما الحق معك اكيد واجه لازم نقوله فعليا. هذه كانت آخر فقرة في حلقتنا لليوم، أكيد يتجدد معكم اللقاء بكرة في نفس الموعد من 5 للـ 6 بفقرات مختلفة بضيوف مختلفين. برضو ما تنسوش تقدروا تواصلوا معنا على كل السوشيال ميديا اللي ظهرت قدامكم على الشاشة لأي ضيوف حابين يكونوا معنا، استفسارات اتصالات أو استفسارات أو أسئلة أو مواضيع حابين تكون معكم في الحلقة، أكيد تقدروا تواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا اللي عرضت قدامكم على الشاشة. هذه ختام الحلقة، يا فرح باي باي. أنا مني نقول لكم إلى اللقاء.